حياكم الله معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم أرقام خضراء. حلقتنا اليوم عن أحد الأسس التي قامت عليها المملكة، وزارة العدل. لو تكلمنا عن خدماتهم ما نقدر نحصرها، وسعوا على المواطن والمقيم واختصروا عليهم الوقت، وسابقين التزاماتهم وأهدافهم في رؤية 2030. خلونا نتكلم بلغة الأرقام. تعاملت الوزارة في عام 2021 مع أكثر من 127 ألف جلسة ترافع إلكترونية، وأكثر من 1,900,000 جلسة عن بعد، ومركز تدقيق الدعاوي أنجز 1.5 مليون عملية، 800,000 طلب تنفيذ تم التعامل معها إلكترونيا. وزارة العدل كل فترة تبهرنا بخدمة جديدة وبمنصة تخلص أمورنا بشكل أسرع. صار الواحد يخلص أموره بدقائق وبدون انتظار مواعيد، مثل منصة تراضي الإلكترونية أصدرت 90,000 وثيقة صلح، وعقدت 360,000 جلسة صلح، واستفاد منها 1,400,000. خلونا نكمل أرقامنا. 3,500,000 مستفيد من بوابة ناجز، و 47,000,000 عملية دخول، 660,000 مستفيد من منصة نافذ، 1,500,000 سند صادر من منصة نافذ، و 2,860,000,000 ريال قيمة المزادات المباعة، و 950 مزاد مباع عبر منصة نافذ. تم إنجاز 4,000,000 وكالة إلكترونية، رقمنت 63,000 وثيقة عقارية، 300,000 إفراغ عقاري، 70,000 وكالة. ترى كل الأرقام اللي قلناها الخدمة الموثق بس، وزينوها الناس وهم في بيوتهم. بوابة ناجز تقدم 30 خدمة قضائية، و 26 خدمات تنفيذ، و 8 خدمات مختلفة في الوكالات والإقرارات، و 28 خدمة في الحالات الاجتماعية، و 7 خدمات عقارية، و 16 خدمة ترخيص، و 4 خدمات الأعمال، و 11 خدمة تحقق. عندهم مركز التدريب العدلي، هذا المركز يهتم بالتدريب والتأهيل القضائي والقانوني، وعندهم أرقام صعبة تعد الحلقة بدون ما نذكرها. في شهر فبراير 2022 المركز استفاد من أكثر من 7,900 متدرب ومتدربة، وعنده أكثر من 1,990 برنامج تدريبي، وأكثر من 1,730 حقيبة تدريبية. ونجي لآخر الإحصائيات العالمية. وآخر تقرير للتنافسية العالمية، حصلت المملكة على المركز 16 في مؤشر الاستقلال القضائي، ومؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات تقدمنا فيه 4 مراكز، وصار ترتيبنا 17 عالمياً، وتعدينا 11 مركز في مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، وأخذنا مركز 18 عالمياً.